السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد عن قناة التكة والعملات. اليوم سنشاهد عملة لدول غرب أفريقيا كالبنين وغانا. أرجو أن تنال إعجابكم. العملة من فئة 500 فرنك أفريقي، صدر عام 2010. البنك الأفريقي لدول غرب أفريقيا. الثانية تركيا صدر عن نفس البنك دول غرب أفريقيا، التي تجتمع في اتحاد سيادو. هي من فئة 100 فرنك، صدر عام 2012. بالأخير أرجو أن تنال إعجابكم هذه العملات. لا تنسوا الاشتراك ودعمنا دائما باللايك. إلى اللقاء.